الكرش الذي ابتلي به إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. هذا الشق الأول من العنوان. والسقراطي هو نسبة إلى الفيلسوف سقراط، وكأن العمل الروائي سينصهر فيه وسيهيمن البعد الديني والبعد الفلسفي، باعتبار أن سقراط كما تعلمون لأنه ديّن في الصفحة 7 قولة بسقراط، ولا شك أنه مات من أجل الحق ومن أجل القيم النبيلة، كما أنه افسد شعبه. ويمكن أن نعتبر أيضا في القصة القرآنية إسماعيل أنه افسد نفسه وشعبه وجسده وسمى بروحه. إذا لهذا سأحاول أن أنطلق مباشرة من توظيف الرمز الذي وظفه الكاتب. لا شك وسأحاول أن لا أتوقف على اللغة باعتبار أن صديقنا الدكتور أحمد الصمدي فصل فيها كثيرا، نشكره على هذا العمق من حيث مقاربات اللغة. إذا وظف الكاتب الرمز على لسان البطل حكيم، وهو حكيم فعلا، هو بطل اسمه حكيم، ودلالة الحكمة تنطبق عليه لا شك في ذلك. مؤثرا ولا شك أن الكاتب آثر أن يوظف اللغة البسيطة، اللغة التي تترشح تارة بين البسيطة وتارة بين توظيف المجازات والرموز، والتي لا يظهر لنا معناها. حتى القارئ الذي سيقرأ هذه الرواية قد تتخفى عنه بعض المعاني، وستظل بعض المعاني مجازية ورمزية، وقد راهن المؤلف، تعمد المؤلف ذلك، وهذه من أهم التقنيات التي اعتمدها في هذا العمل. إنه قد تعمد ذلك لأن المؤلف لا يريد أن يتابعه الذين يصفقون مجاملة، وهو يرسم صورة تراجيدية تنذر بقدوم الحيوان. هذا الصفحة 237، دلالة على أنه لا يريد الذين يجاملونه، وإنما قلة من المخاطبين المفترضين الذي وصفهم بأنهم ذواقي المعاني وملتقط الإشارات، الذين قرروا إعادة النظر في الهشيم المنتشر، في الهشيم المنتشر. والمقصود نقد كل المظاهر القاتلة التي تسود عالمنا اليوم، أي التركيز بالدرجة الأولى على انحطاط القيم، كما يخاطب من يختلفون عنه والذي وسمه بعقلية القطع. بعد الإهداء نلاحظ أن الإهداء فهو يحمل رسالة إلى الشباب باعتبارهم رجال غد الذين يفكرون في مصلحة الإنسان بهدف إنقاذ بصيص من الأمل فيه قبل أن ينطفئ نوره. بعد الإهداء مباشرة وفي الصفحة الموالية خصوصا الصفحة 4 نجد قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، وهذا يعني أن المصادر الثقافية التي تشبع بها السائل وهو يشيد عالمه الروائي هو النص القرآني الذي حضر بشكل مكثف، إضافة إلى الحديث النبوي، إضافة إلى السير، إضافة إلى تضمين قصيدة شعرية، إضافة إلى مجموعة من الرسائل، إضافة إلى الإشارة إلى أقوال بعض الفلاسفة والمتصوفة والداعون. وهذه العناصر أعتبرها من بين مزايا الرواية لأنها أغنت الجانب التناصي الذي هو مهم جدا في كتابة هذا العمل. إذن كما نجد في الصفحة الموالية بعد يعني الصفحة 5 مقطعا من كليلة ودبنة لابن المقفع، وقد ورد ها
هذا المقطع على لسان إمنة الذي آثر الاحتيال، أي فضل الاحتيال في الاقتياد والكسب والتفريق بين الحيوان. وهنا إشارة بطبيعة الحال إلى الإنسان بهدف مصلحته قبل كل شيء. وقد ورد هذا المقطع من كتاب كليلة ودمنة ليظهر تأثر الكتاب بهذا الكتاب نفسه واستدعائه، استدعاء كتاب كليلة ودمنة باعتبار لتشييد عمله الروائي. ولهذا نجي مزاوجة بين، قد أشار الإخوان إلى ذلك، مزاوجة ما بين العالم الإنساني وعالم الحيوان، أي أن الرواية قد ضمنها بالحكاية المدلية أو التي نسميها بالحكاية على لسان الحيوان، والتي هي في النهاية ترمز للإنسان. والاستشهاد أيضا، حضر الاستشهاد بقوة، وخصوصا النص القرآني والحديث النبوي وأقوال السلف. ويعد الجمع في نظرنا بين قوى متفاعلة إنسانية حيوانية هي قوة الرواية والتي انصهرت في بوتقتها، بالإضافة إلى القوى الإنسانية والقوى الحيوانية انصهرت أيضا، لا ننسى ذلك، القوى الغرائبية التي يمكن أن نسميها القوى السحرية، مثل حضور الشيطان وحضور إبليس وحضور الغول على سبيل تمثيل للحصر. في الصفحة 6، حينما ننتقل للصفحة 6، تضمنت الصفحة مقطعا من قولة المتصوف فريد أنصاري من رواية كشف المحجوب التي يتساوق مضمونها مع الدعوة إلى السهر والتصوف ومجاهدة النفس والارتقاء في مدارج التصور، عفوا، في مدارج نعم التصور لإدراك لحظة التجلي أو الحقيقة وسر التحول. كما نلاحظ في الصفحة 7 استشهاد بقولة سقراط بطبيعة الحال، وهذا ماذا يظهر؟ تأثر أيضا الكاتب الرافد الثقافي الفلسفي الذي تضمنته كثير من مقاطع الرواية، وخصوصا الفلسفة التي تدعو إلى القيم الإنسانية النبيلة، وليست الفلسفة التي على سبيل المثال ترفض موت الإله كالفيلسوف فريدريك نيتش كما تعلمون. إذن لا شك أن المنصات، وأقصد المنصات أقصد العنوان والإهداء والمشاهد التي سبقت الفصل الأول، لا شك أنها بمثابة الأسس التي وضع عليها المؤلف اللبنات من أجل تشييد عالمه الروائي، وهي روافد لا تخرج عن القيم التي جاء بها القرآن والسلف الصالح وشيوخ التصوف، إضافة إلى أفكار بعض الفلاسفة والإشكالات التي يطرحونها. ولهذا سأقف معكم حول هذه المشاهد لما لها من أهمية. مشهد فجور يدعو الساري إلى ضرورة إتاحة فرصة للذات من أجل التسامع للواقع والتحليق الروحي والاختلاء بالاعتراف بالجهل بمعنى الحياة، أو الزهد الذي يبدأ بالشروط وينتهي بالتأمل لفهم الحقيقة. وبدون هذه الفجوة بطبيعة الحال لن نستطيع أن نرتقي برؤية الإنسان، ومن ثم لا يمكن أن نميز ما بين الإنسان والحيوان. وهل يكفي كما طرح الساري السؤال، هل يكفي النطق ليحصل التمايز بينهما؟ وهل انتصرت فلسفة الغابة وانتهى التاريخ بهذه الشكلة، أم أن هناك مخلصا يمكن أن يغير كل شيء؟ المشهد الثاني من الرواية قبل الفصل الأول، صفحة 10، وهو المشهد الذي قرأه قبل قليل صديقنا الأستاذ المهدي، مشهد عثور أم الزهرة، والتي هذا المشهد هو لا يتضمن
اسم الشخصية الرئيسة أمي الزهراء، ولكن حينما نقرأ الرواية نتعرف أن أمي الزهراء هي التي ستكون سببا في إنقاذ المحبوب الذي وجد خديجا مرميا لقيطا، وجد عاريا تحوم حوله الكلاب في المسبح. لكن المثير هو أن هذا الطفل يعني يبتسم ابتسامة شهيد رافعا شارة نصر، وسيظل كذلك شهيدا. يمكن أن نسمه الشهيد، ويمكن أن نعتبره فعلا مناضلا حقيقيا، وسيظل رافعا شارة النصر من بداية الرواية إلى آخر كلمة فيها. المشهد الثالث يعرفها قطاع الصحة بوطننا، كما كشفت عن الجوانب المشرقة من تعليمنا والجوانب المظلمة التي تتطلب التجاوز، كما انتصر للجانب الثقافي والروحي والنفسي أكثر من الجانب السياسي الذي وجه له سهام النقد بما فيه من مظاهر فساد وزبونية ومحسوبية وغياب عدالة اجتماعية وغيرها، وانتقال ما يسود أفراد المجتمع من نفاق ورياء وكراهية، وما ينتشر بينهم من مخدرات وخمر وضعارة وفقر وتهميش وغيرها. ولعل هدف الكاتب من خلال الفضح والتعريم تجاوز كل المظاهر القاتمة في هذا المجتمع والقيم المنحطة، والدعوة إلى قيم نبيلة تنطلق من التربية والثقافة، وتنطلق من إصلاح الذات إلى إصلاح الآخرين والمجتمع. وشكرا.